هلا والله شباب، مقطع جديد، حلقة جديدة. اليوم من لعبة إلدن رينج وصلنا منطقة حليوة تحت المجاري. ها حسن تحت المجاري؟ ايه تحت المجاري يا الربع. عقب ما اجتزنا المدينة هاي العاصمة فيها كل جنود مشحونة، اجتزناها ونزلنا تحت المجاري وصلنا هالمنطقة. الحين ما راح اطول عليكم، دعمني لايك اشتراك، خلنا نبدأ بحلقة اليوم. طبعا قتلني واحد شباب. وصلتيني سيدي، هجم علي واحد وقتلني. اكو طالع الحمار نايم. قدام الباب لو مو مفتوحين. يا هنسوي رح نتمشى شوي شوي، انه ما يدري. ها ايه طبيت اشو ما مات. ما ادري شنو هاي قطعة الثلج لو قطعة شنو. ايه مو قصدي اطيح. شوي شوي بس، يمكن في اشياء هني فوق شي مني يمين. اوكي طيح. هني شنو طحت؟ بال فيك انت؟ تعال 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 يلا. ما يدري عني. خذها من عندي. لا 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 ضربون. لا 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 طاح. بال 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 جمعوا علي. جمعوا علي. يعني ما اشوف الا متجمعين علي مرة واحد. شباب ثلاثتهم شوي شوي عاد واحد ورا الثاني عاد. خلينا نلعب مع بعض شباب شوي عاد. يمكن في شيء قدامي هنا بس بطوف كذي. السلام عليكم. بال 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 ما يتفاهمون لي. من هنا الطريق شكله. بان نزل لي تحت امزح وياك. فيران كل شيء ضدي كل شيء ضدي. والضربة قوية إمانتها. اشو ما صادتني شباب. صدق انهم حمير. حصلنا طاقة. بل 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 بل. يلا سكتي. ايه تتحرك بعد.
يلا واجب منهم. نقصت طاقتي عديل. صوت واحد يتكلم. يلا صوت واحد يتكلم مني. هاي شفته انا في مكان قبل. ده بالغلط ضربته. هاي زين بالغلط مو قصدي. مو قصدي اضربوه. هاي الرجال زين عطانا قبل هو اشياء مهمة. الحين اكيد هذاك الاحمر زعل علينا يقول خلي اذا شافني بيجلدني. مو قصدي اضربوه. لا تقول لي ده 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 ده. يعني انا شو اسوي الحين؟ الحين بحاول اتجاوزه ما اتفاعل وياه وشي نضرب ياسي بهرب عنه. ده 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 هاي يصير وش اللي جودني معصب. هذا الغلط ضربته بيعور راسنا الحين. يلا اسكت. هاي جمعوا علي. ما مت. قال هي وش تحت؟ تحت حيوان فيه. الحين انا وين اروح؟ طبيت خلاص ما في مجال الا انزل تحت. لا انزل للعذاب للعذاب. من الروبيان ما في طريق تهرب عنها. لا ما ابي اتقاتل وياها يا اخي. ما ابي اتقاتل وياها. بل 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 سرعة امزح وياش. بان اكو من هناك الباب. ايوه باي.
ما ينطوا معصبيني على المعصبيني هالين. طا وجهه مخفص شري وقاعد تعال تعال يلا 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 بلعب ياكم شوي شوي الحين مزاجي رايق وياكم في واحد هني تعال وين راح تعال 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 يلا شو بتسوي ها بان واه بتيكم يتجمعوا عليكم مره واحده شباب يعني اثنين ثلاث مني اربعه واحد تحت ال فوق اللي مني واحد فوق مني واحد فوق مني طبيت اليوم يا انا ياهم شباب اوه يلا تبعد عني طب هني فوق في واحد شكله على جانب معصب حامله سيف شوف 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 هي منو طريق وين الطريق بل 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 مو صاحي هذا مو صاحي مو صاحي يقدر ينزل بعده يقدر ينزل حامل لي السيف اكبر من حجمه باي باي عن قولة الياباني بالياباني تشانا هذا حلو سرق باللي يجينا هذا المجرم بان سوي روحي شوي شوي كو واحد قاع على جانب كبر بان فوق الدرج شكل الطريق فوق الدرج باي باي لا تقول لي بيركب الدرج بعد هاي الطريق الصح لو انا رجعت انا رجعت شباب انا رجعت نقطة البداية انا في متاهة قاعدة افتور فيها يعني وشنو دوامة ما احنا موصلين للنهاية فيها هاي حلقتي اليوم شباب ان شاء الله عجبتكم استمتعتوا ايه لما استمتعت بحلقة اليوم لا تنسوا تدعمني بلايك واشتراك اول ما بدينا الحلقة هني ونهاية الحلقة هني السلام عليكم